أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلمة حق. ما زلنا محصي النقاط المضيئة على أرض مصر، ما زلنا نتحدث عن المشروعات القومية، المشروعات العملاقة. اليوم نتحدث من قلعة عملاقة في مجال الكهرباء والطاقة، وبالتحديد هي شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومع المهندس حسام الدين حسن عفيفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. أهلا وسهلا فندم، نورتنا. أهلا وسهلا فندم. حبينا فندم ناخد نبذة عن شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، تقول لي إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء منبثقة من شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء. شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء في سنة 2004 اتقسمت لشركتين، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء. طبعا العمل الأساسي للشركة هو توصيل التغذية الكهربائية لشمال القاهرة، كل المناطق الخاصة بشمال القاهرة وشرق القاهرة. طيب فندم، كلمني بقى عن المشروعات العدة والتطوير اللي لا حدود له اللي تم في شمال القاهرة في الفترة الأخيرة. والله أنا توليت العمل في شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء 19 يناير 2019. جيت كملت مسيرة الزميل الفاضل اللي كان قبلية. كانت فيه خطة محطوطة، خطة استثمارية وخطة طموحة، الحمد لله كملناها على أكمل وجه بنسبة لا تقل عن 98%. ودي كانت من أهم الأعمال اللي احنا المفروض نكملها لضمان جودة التغذية الكهربائية واستمرارية التيار لدى المواطنين. وكان من أهم برضو النقاط اللي احنا استكملناها في الشركة، وهي تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط الأعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية. في المناطق عندنا القناطر، وفي جزء من الخنكة كان خط هوائي جهد متوسط. طبعا هو الخط الهوائي هو المنشوء الأول طبعا يعني، ولكن انت معاليك لو شفت الصور بيبقى تحت الخط الهوائي مساكن، مساكن طبعا عقارات أهلة بالسكان. طبعا فطبعا احنا فعلا حولنا جزء كبير في حدود 32 كيلو متر كابل، تمام، مدينا 32 متر كابل ارضي بدلا من الخطوط الهوائيه. طبعا ومن ضمن الانجازات اللي تمت فعلا اللي هي كانت شرف للشركه وشرف للدوله كاس الامم الافريقيه. طبعا طبعا شركه شمال القاهره لتوزيع الكهرباء، ده كان في ابهار بصراحه. والله هو الحمد لله التوفيق من عند الله، الله سبحانه الحمد وتعالى، لله. وتعليمات القيادات فعلا الحمد لله التأمين كان جاي جدا، والحمد لله كأس الأمم الأفريقية مرت بصورة مشرفة لشركة الكهرباء الحمد لله. حتى معالي الوزير زارنا هناك تأكد بنفسه على جميع التأمينات اللي موجودة في الاستادات. بيبقى فيه فندم إحلال وتبديل بالنسبة للشبكات هو المتهالكة والشبكات الجديدة. طبعا ده أكيد. هو احنا عندنا الخطة بتنقسم إلى قسمين، توسعات وإحلال وتجديد. التوسعات دي لأن أي مكان أو أي شركة فيها توسعات جديدة، فيها مشاريع جديدة، فيها مصانع جديدة، فلازم أنا بقابل ده معايا إن أنا بحط في الخطة بتاعتي توسعات. في نفس الوقت جزء آخر للإحلال والتجديد. الإحلال والتجديد مع الفترة الزمنية الطويلة، الإكشاك، الكابلات، المحولات، كل ده بيستهلك، فأنا بعمل له عملية إحلال وأحط مهمات جديدة من عندي في الشركة. بنعمل دورات تدريبية يا فندم للفنيين والمهندسين عشان نصل لأعلى مستوى بالذات، وشمال القاهرة بتحتل مناطق استراتيجية عليا. والله هو تدريب هو عماد العنصر البشري. أنا دربت تدريب مظبوط فعلا هتبقى عندي نتائج كويسة جدا، وخاصة في النتائج الفنية. يعني النهاردة أنا شركة كهرباء، عمل أساسي عندي بعمل وصلات كابلات. كابل حصل فيه مشكلة بينزل الراجل الفني بتاعي بالمسؤولين الطاقم الصيانة بيعمل الوصلة بتاعته. لو الفني ده ما اتدربش بالطريقة السليمة على عمل هذه الوصلة، الوصلة دي ممكن بعد أسبوع تعمل لي مشكلة أخرى. فعشان كده التدريب يعتبر مهم جدا، وعماد العنصر البشري.
هناك مناطق عديدة فندم في القاهرة الكبرى تبع لشمال القاهرة، ازاي بتقدر تعمل تنسيق كامل وتنقل الفكر بتاع حضرتك المتطور لمديرين الادارات والعاملين في هذه الادارات؟ والله انا اقول لمعاليك يا رجب بيه ان الشركة يعني بتدار بمجموعة من القيادات، واذا كان في اداء جيد فهو اداء السادة المرؤوسين. طبعا مع بالاجتماعات المستمرة، تمام، بحط منظومة وخطة مع القيادات. كل طبعا قطاع في مجموعة من مديرين العموم بنعمل الاجتماع بتاعنا ونحط الخطة بتاعتنا، النهج اللي هنمشي عليه، الأداء اللي هنتابع بيه، تمام، وبنبدأ نتابع شغلنا إذا كان فني أو تجاري. يعني الشركة عندنا هنا فيها 38 إدارة تجارية. الإدارة التجارية هي مسؤولة عن الكشف والتحصيل والشغل التجاري طبعا. وعندنا في الشركة ما يعادل 18 إدارة فنية اللي هي مسؤولة عن الإدارة العامة للشبكات اللي هي بتقوم بعملية توصيل التغذية الكهربائية. كل واحد في مكان عمله، تمام. أهم حاجة برضو المتابعة. أنا من وجهة نظري أي مسؤول عشان ينجح في مكان عمله المتابعة. رئيس القطاع تابع شغله، مدير عام تابع شغله، رئيس شركة تابع المرؤوسين بتوعه، الأداء هيتحسن والأداء هيبقى كويس. بالنسبة للتوصيل يا فندم، هل هناك شكل ويص في عمليات الموافقات على التوصيل الكهربائي؟ والله أنا طالما أن أنا عامل شغلي مظبوط وأنا ملتزم بالقواعد العامة للبناء، وفي الحالة دي بيكون المطابقة بتاعتي سهلة وكل تصريحي سهلة وكل المشاكل متاحة. ولكن المشكلة لما باجي أخالف، لما باجي أخالف هنا المشاكل بتحصل طبعا مشكلة. لكن انا راجل مظبوط وماشي مظبوط، مفيش اي مشكله. طيب، سياسه الباب المفتوح، وانا اعلم عن حضرتك منذ مده يعني ان بابك ما بيتقفلش، ولكن بعد ما جيت شمال القاهره سياسه الباب المفتوح وتلقي الشكاوي والمنظومه شكلها ايه؟ والله انا من اصحاب مبادئ لازم بابي مفتوح، لازم اسمع الصغير واسمع الكبير. وانا عشان ادير مظبوط لازم اسمع الناس كلها. لو سمعت الكبير بس هغفل عن نقاط اخرى موجوده. فلازم بابي يبقى مفتوح عشان احل المشاكل، ولازم يعني بتديني منهجيه الاداره السليمه. انا لما بسمع الموظفين بتوعي ايا كان او المشتركين بتوعي، انا ممكن مشترك يجي يشتكي لي هنا شكوى، اللي عندي بره في المكتب بيحلها بس انا بعرف بيها، ولكن بحطها نوتس عندي. انا في عندي قصور في الحته دي. لو انا مخطئ كشركه لازم اصلح وعالج، بجيب المدير، بجيب رئيس قطاع، ازاي يتم 1 2 3. في نفس الوقت لما بيلاقوا ان المسؤول بيتابع الاعمال وبيلزم المديرين فورا اعمل 1 2 3، وبعد ساعتين اللي تم فعلا بيكون في انجاز. ومفيش مواطن بيجي عندنا في الشركه الا ما مشي مرضي، وانا بقولها لمعاليك اهو، اي مواطن الحمد لله رب العالمين بيجي الشركه عندنا بيمشي مرضي. واي واحد ليه شكوى، فرصه ان انا مع حضرتك، اي واحد ليه شكوى يروح الاداره المختصه عنده، ما حلش مشكلته يجي الديوان العام هنا. هتتحل مشكلته طالما ان هو على حق. اي واحد بيشتكي من ارتفاع فاتوره قلنا لم يسدد، قلنا ما يسددش، طالما ان هو فعلا شايف ان هو على حق هيجي لنا، دي حق هياخده، في حق للشركه، الشركه هتاخد حقها. معنى كده يا فندم ان منظومه الفواتير انتظمت تماما في شمال القاهره؟ بص اقول لحضرتك، مفيش عمل مفيش فيه اخطاء، اكيد. لو كل ما اشتغلنا اكتر كل ما حصل فيه، انا لو قلت ان انا مش هخطا يبقى انا مش بني ادم. انا كوني بني ادم يبقى واشتغل يبقى لازم في نسبه خطا عندي. بس كل الحكايه لازم نعرف الخطا فين وسببه ايه عشان نقدر ونصلح اخطائنا، واقر ان انا عندي خطا. لو انا ما قلتش ان انا ما عنديش اخطاء عمري ما اصلح من نفسي. لكن النهارده فعلا في اخطاء، لان طالما في عنصر بشري يخش في الموضوع يحصل خطا. اهم حاجه ده الخطا ده ما يبقاش مقصود، لان الخطا لو هو مقصود بيترتب عليه حاجات كتير جدا. لكن لو خطا ناتج عن العمل وخطا غير مقصود، في الحاله دي بيتم تقويمه ووضع كل خطا بيظهر لازم يتم علاجه ازاي، وبيصلح حواليه حاجات كتير جدا. طب لو كلمنا بقى عن خطتك المستقبليه لشمال القاهره تقول لي ايه؟ والله الخطه المستقبليه تحت هدف ضمان الخدمة واستمرار توصيل التيار الكهربي والتغذية الكهربائية للمشتركين ورضا المشتركين.
انا النهارده عشان اقيس كشركه خدميه، انا شركه خدميه. اللي بيحكم عليا المواطن مش انا احكم على نفسي. فانا النهارده بحاول ان اوصل للمواطن بالرضا، ان المواطن حاسس في استقرار في الكهرباء، في استقرار في كل شيء، وبالتالي بيبقى نجاح لشركه الكهرباء. وده اللي احنا بنعمله، يعني احنا النهارده شغالين في خطط عديده جدا علشان امن التغذيات. طبعا زي ما قلت سعادتك من الاول، التوسعات بنعملها، الاحلال والتبديل بنعمله. منظومة فندم العداد مسبوق الدفع وصلنا في الايه؟ والله هو الجميل في العداد المسبق الدفع ان المواطن بدا يحب العداد المسبق الدفع. انا جالي يستوعب الفكره، انا جالي احد مواطنين في المكتب عندي هنا وقال لي انا عايز اغير مسبق الدفع. فقلت له ايه يعني، انت يعني عندك عداد ميكانيكي غريبه؟ قال لي لا، انا صديقي غير العداد الى مسبق الدفع وعامل قيمه ثابته شهريه. قيمه ثابته يعني مثلا صيف شتاء بيشحن ب 300 جنيه. فلقيته ان هو بيجي الصيف بيغطي معاه. يعني انا لما انا مثلا سي متوسط استهلاكاتي 200 جنيه في الشتاء و400 او 500 في الصيف. فبيقول لي في نظام محدد، انا بحط في العداد 300 جنيه سي او 400 جنيه ثابتين خلال ال 12 شهر. الشتاء الصيف بيشيل الشتاء. فكر جميل طبعا، منظومه جميله. وهو متاكد ان العداد مسبق الدفع الجنيه اللي هيحطه دي منظومه الكترونيه طبعا، ولا هتقل ولا هتزيد زي المحمول اللي في جيبي. انا بشحن ب 100 جنيه طبقا للبرمجه اللي بتاعت المحمول وسعر الديه بيتم الخصم. طب انا شحنت ب 1000 جنيه بالمحمول بتاعي وما استخدمتوش، هتلاقي ال 1000 جنيه زي ما هو. نفس الكلام العداد مسبق الدفع، انا حطيت فيه 1000 جنيه، ال 1000 جنيه موجود يتسحب منه لما بستهلك الطياره. فالناس بدات يبقى في عندها وعي على هذا وعي. الموضوع كانت الناس الاول بتركبه وهي خايفه، الكهرباء تقطع عليا كذا كذا كذا، وكنا بنواجه مشاكل. النهارده لا، واحد عنده كذا شقه وبيأجرها بيركب مسبق الدفع، بيجي يشيل العداد، لان كان في مشاكل كتير مع المواطنين. انا عندي شقه اجرها لسعادتك، سعادتك تاخد شقه اثنين وثلاثه يبقى عليها استهلاك. مين اللي هيدفع؟ طب صاحب العين. تمام، واخد بال حضرتك؟ طالما الحائز مشي المالك هو ملزم ان هو يدفع طبعا. فالنهارده لما يكون واحد عنده شقه مأجرها، عنده محل مأجره، بيجي هنا ويغير الى عداد مسبق الدفع، يقول انا اجر المحل، انا اجر الشقه. فالنهارده الناس بدات تستوعب العداد مسبق الدفع وعرفت ان هو دقيق. هو بيستلزم مننا خدمه بقى، يعني بيستلزم مننا خدمه ومتابعه. حضرتك اشتكيت ان عدادك وقف، لازم فورا اجي لحضرتك واحل لك المشكله. وده اللي احنا بنعمله ورديه 24 ساعه هنا، لو في اي مشكله طارئه عند اي حد احنا بنتوجه فورا ونحل المشكله. وصلنا نسبه كام في الميه يا فندم؟ والله تقريبا هي النسبه مش كبيره، يعني انا سي انا هتكلم على شركه شمال القاهره. عدد مشتركين شمال القاهره 4.6 مليون، 4,600,000. انا ركبنا في حدود 900,000 عدد. بطبيعه الحال، لان احنا خلي بالك فضل. احنا لحد النهارده ما بنغيرش بالاجبار. لا، احنا بنركب بكل ما هو جديد عداد مسبق الدفع. كل من هو بيجي يغير اسم او معطل مسبق الدفع. ولكن يعني معنى كده فندم ان اي حد عليه فلوس او عليه متاخرات ما بنقطعش، حتى لو قطعنا ما بنغيره. لا، ما هقول دي حاجه، عايزين نوضحها. حضرتك عليك مديونين. ما سددتش، انا جيت رفعت العداد، خلاص العداد عندي بيخش المخازن، انا بعد كده بفصل التعاقد معاك. عشان سعادتك لازم تيجي تتعاقد معايا جديد. بتعاقد جديد بركب لك عداد اخر. ولازم تسدد المديونيه اللي هي في العداد الاول. العداد الاخر ده بيبقى بقى عداد نفس العداد مسبق الدفع ولا مسبق الدفع؟ لا، اصل خلاص مسبق الدفع. احنا من من 2016 طبعا ولا عداد جه الشركه سوى مسبق الدفع. انا ما عنديش عدادات نار غير مسبق الدفع خلاص. ايه بطبيعه الحال يا باشمهندس حسام، الطموح لا ينتهي، ولكن انا شايف حضرتك عندك طموح ومتفائل بشكل غير عادي وغير ميال للشغل الاعلامي وغير ميال للثقافه، ولكن انت ميال للشغل. طموحك رايح لفين؟ والله هو الطموح شيء جميل والاقبال على الحياه شيء جميل، ولكن انا بحب ان انا العمل اخلص، واحب النتائج هي تكون نتيجه الاعمال هي موجوده. واخد بال حضرتك؟ عشان كده ما بحبش
انا ما بحبش الاعلام فعلا، ما بحبش ان انا الاعلام اظهر كتير. دي حقيقه. امال احب ايه بقى؟ احب اشتغل واحب نتيجه عملي تبان. فلما انا النهارده وهو ده المهم، انا نتيجه العمل نتائج العمل تبان، يبقى اذا الراجل ده شغال كويس. اذا كان في اعلام او ما فيش اعلام، مع احترامي لكل الاعلاميين، في اعلام ما فيش، لا شغلي هو البينه بتاعتي، شغله هو اعلامي، نتائج اعلامي نار بس. فيمكن هو ده يعني السبب ان انا ما بحبش اقول احنا عملنا احنا كذا في كذا، انا هعمل كذا. يعني يوم كاس الامم الافريقيه احنا قعدنا 3 شهور شغالين قبل الدوره، قبل حضرتك دوره كاس الامم الافريقيه، ما عملتش ولا اعلان واحد ولا بيان. لحد ما جالي معالي الوزير مفاجاه، اتصل بيا معالي الوزير الساعه 12:30 الظهر، قال لي انا هكون هناك الساعه 1. انا كنت في المكتب، نزلت رحت على هناك. هذا كان اول يوم يعلن عن مجهودات شركه شمال القاهره في كاس الامم الافريقيه فعلا يعني. وبعد ما تمت على خير احنا ما عملتش عليها اعلان برضه، ولكن بصراحه هي تعتبر انجاز للي عاملين هنا. الناس تواصلت العمل ليل مع نهار، ورديات مستمره، والتامين مش تامين الدوره بس، في الاسبوعين بتوع الدوره طبعًا. او الشهر بتاع، لا طبعا احنا قعدنا قبليها من 3 شهور نمد كابلات ونركب محولات ونجرب. يعني احنا عملنا اختبارات عده لحد قبل طبعا الدوره، واشتغل والحمد لله ربنا وفق. هسال حضرتك سؤال عام يا فندم، اكيد الوزير اتكلم عليه كتير، ولكن برضو عشان الناس تحس بالانجاز اللي هو يعني موجود على ارض مصر. شكل قطاع الكهرباء منذ 5 6 سنوات شكله ايه؟ والنهارده شكله بقى ايه؟ من او على لسان مسؤول من المسؤولين في وزارة الكهرباء والطاقة. والله بص اقول مالك حاجة، هذا الحوار جميع المسؤولين يتكلموا فيه، ده حقيقي، فانا مش عايز اعيد الكلام. ولكن اقول لمعاليك حاجة، انا قبل الثورة او اثناء الثورة لما كنت بقعد في مكان ومحدش عارفني ما كنتش بقول ان انا في الكهرباء. تخيل بقى، هذا الكلام حقيقة، انا كنت بقعد في مكان ما بقولش ان انا مهندس في شركة، بسكت. طبعا بعد الثورة وبعد المجهود اللي اتبذل وبعد اللي تم بقدم الوزير والمسؤولين والقيادات والزملاء والقيادات كلهم، الناس تعبت فعلا يعني. تمام، وصلنا مرحلة بنقول الحمد لله، فخورين ان احنا في الكهرباء، فده الحمد لله رب العالمين. انت راضي عن ما تم انجازه في شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء حتى الان؟ انا مش هكلمك على كتلة من الزمن، انا هكلمك على اليوم الواحد. انا بحاول كل يوم اروح بيتي وانا راضي عن عملي خلال اليوم، وبالتالي ببقى راضي خلال الاسبوع والشهر والسنه والفتره اللي انا قضيتها في المكان ده. فدايما بحاول اليوم ما يعديش من عندي الا ما ابقى راضي، وبالتالي ربنا يعين ان شاء الله. لو حبيت توجه رساله لحد او لشخص او لمسؤول، توجهها لمين؟ والله انا اوجهها لكل المسؤولين طبعا، وطبعا وخاصه معالي الرئيس. نقول له يا ريس احنا اخواتك واحنا مع معاليك، والحمد لله رؤيتنا للناس والمواطنين اثبتت ان احنا على وعي، الحمد لله وعي كافي. انا كنت بشوف ردود الافعال قدام عيني، كل الناس مستنكره واقفين خايفين على بلدهم، يقولوا لا احنا استحاله نمر بأي أزمة تاني، وإن شاء الله هنتقدم وإن شاء الله هنبقى كويسين. مصر بخير يا فندم. الحمد لله رب العالمين. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا يا فندم. مهندس حسام، الكلام مع حضرتك محتاج لحلقات وحلقات، ولكن وقت حلقتنا انتهى. اسمح لي إن أنا أشكرك وأقول لك أنت كنت ضيف عزيز معانا، شرفتنا ونورتنا وتحملتنا. لا يا فندم، عفوا يا فندم، أنت نورتنا يا فندم. نورتنا وأسعدتنا. الله يخليك. وأسرتنا بمشروعات قومية. شكرا يا فندم. شكرا. وفي نهاية حلقتنا بنشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، على أن نراكم في حلقة قادمة من برنامجكم كلمة حق، انتظرونا. كان معكم رجب إبراهيم، إلى اللقاء.